ممكن إنسان يعيش من غير أنف؟ لا بالتأكيد طبعا. في طبعا يعني مش هقدر يعيش من غير أنف. هي طبعا لما واحد في الأنف مسدود ممكن تتنفس، البق لكن صعبة جدا طبعا. كيف طال الله سبحانه وتعالى في خلق الأنف؟ يا كتير زي كتير، إن كان هنا من نفس أو كان هنا من الشم أو كان من الشكل أو كإنذار لحاجات تانية داخلية كتير جدا. الأنف مهمة للإنسان كشكل، كشكل وظيفة. طبعا وظيفة والتنفس وشم ووجه. ما انت لو ممكن تلاقي واحد على وجه الارض بنقوله زي التاني ابدا، بس اختلاف الانف، اختلاف الشكل للانف يؤدي لاختلاف الوظيفه او اختلاف جوه في الجيوب الانفيه والشعيرات. بالتاكيد ده بالتاكيد فعلا. طبعا. امال ايه شكل الانف بيغير؟ لو كان هنا الجزء الحاجز اللي في النص ده مايل في جنب او في جنب يمين او شمال او معوج، طبعا بيأثر جامد جدا في التنفس طبعا. بتوع البوكس او البوكسير بيبقى دايما عندهم كسر في الانف، وبتوع المصارعه ما بيأثرش عليهم. هو دايما الكسر الانف ده سهل، انا الانف كسر العظم في الانف فيه جزء عظم وجزء غضاريف، دايما اللي بتكسر الغضاريف فهو ده دايما اللي بيبقى سهل ان هو يتكسر. ما بيأثرش على عمليه التنفس بعد كده؟ بيأثر طبعا بالتاكيد، لان بيحصل تجمع دموي فبيأثر على التنفس. معظم الناس بتشتكي من الجيوب الانفيه. هل لها؟ وانا اتكلم على الجيوب الانفيه دي لان لا هي فيها، هي مش فيها مشكله في تركيبها، هو اللي بيعمل فيها مشكله دي، بس هي لها حل. الاستاذ الدكتور ناظم شمس، استاذ جراحه الاورام بكليه طب جامعه المنصوره، حلقه جديده في برنامج رأيت الله. اهلا بكم. اهلا بحضرتك دكتور ناظم. اهلا بسعادتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحال الحمد لله والله. كتير من الناس عندهم مشكله في الجيوب الانفيه. ايه هي الجيوب الانفيه باختصار كده قبل الانف؟ يعني الجيوب الانفيه ده عباره عن هنا فراغات موجوده ربنا خلقها في العظم. هنا في الفك، هنا في تحت الفك هنا، وفي فوق الجبهه، وفي هنا الغرفانيه. هنا فوق ده تحت فوق الفك. هنا في جوه في الخدود يعني. جوه المجزله هنا. اسمها المجزله. مجزله. وهنا دي فرانتال فوق العين، وفي ما بين العين وبالمناخير اسمها الغرباليه، لانها عباره عن زي الغربال كده، عباره عن يعني جزء مقسوم حته. جيوب انفيه؟ هي مش اللي هنا بس جيوب انفيه؟ لا، ما هنا هنا جيوب انفيه. وهنا جيوب انفيه، وهنا فوق هنا بيقولوا عليها فرونتال او الجبهه. وفي جوه المخ. جيوب انفيه جوه المخ؟ جوه المخ. جوه المخ عشان برضه. هو ايه فايده الجيوب الانفيه دي؟ فايده الانفيه كتير جدا جدا. قبل فايده الجيوب الانفيه، أطلع. ايه هو الانف اساسا؟ مش هو جوه، طالما هي جوه ايه حكايه الانف دي بقى؟ الانف طبعا هو جزء مهم جدا لثلاث حاجات. اول حاجه التنفس. طبعا التنفس، الانف على فكره مقسوم لجزئين. بيتكون من ايه؟ بيتكون من هنا وشاء مخاطي اللي هو بيفرز مواد مخاطيه. المواد المخاطيه دي فائدتها ان هي بتشيل الاتربه اللي بتخش الجسم عشان ما تخش على القصبه الهوائيه والقصيبات والرئه وتبادل الدنيا. دي اول حاجه. الثانيه حاجه الثانيه فيها شعر. الشعر ده هو بيمسك فيه اللي هو الحاجات بقى اللي غير يعني الحاجات الخفيفه، الهواء بياخد حاجات زي الاتربه يعني الاتربه الكبيره، الغبار الكبير بيتمسك فيها، فطبعا دي بتحجزه. الحاجة التالتة ان هي اصلا الحرارة بتاعتها هنا 37 درجة، من حوالي من 35 ل 37. فطبعا لو انت قاعد في جو بارد وبتشم هواء حرارته صفر او اقل من صفر بتبدأ هنا تلطفه. لو انت في جو حر جدا، حرارة 50 او 60، بتبدا هنا تخلي الحراره بتاعته اقل. فطبعا بتنظم الحراره اللي هتخش الرئه، لان لو الحراره عاليه او 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 منخفضه هتضر القصيبات والقصبه الهوائيه والرئه. ودي اللي بيحصل لما بيجي لنا برد. احنا بيجي لنا برد منين؟ بيجي لنا ان احنا ممكن بناخد هواء جامد فجاه ساقع، فيعمل لنا هنا التهاب في القصيبات الهوائيه. او ناخد هواء سخن زي مثلا في الحريقه او كده، ويحصل برضو التهاب في القصبات او القصبه الهوائيه، ويعمل لنا مشاكل في الرئه لدرجه ممكن يعمل تليف في الرئه. فدي هنا وظيفه، يبقى دي وظيفه الاوانيه اللي هو الغشاء المخاطي، او هنا يبقى كملطف، وهنا بيشيل الاتربه او الحاجات اللي تعلق بيها.
هتيجي بعد كده بقى في الجزء اللي هو التلتين التحتاني، التلت الفوقاني وبالذات بقى في الحيوانات مسؤول عن بسم الله الرحمن الرحيم، مسؤول عن حاسة الشم، لان هنا فيها ما احنا برضو بنشم ماشي ما المستقبل حيوانات بس لا وعندنا برضو انا قصدي اقول لسعادتك يعني بس الكلب بيشم اكتر طبعا 10,000 مرة عن الانسان كم 10,000 مرة عن الانسان فعلا الكلب ممكن حاسة الشم عند الكلب تفوق الانسان ب 10,000 مرة الكلب ممكن يشم مليون ريحة ويميزهم لو انت جبت له لو انت ما تستغربش لا مستغرب لا ما تستغربش لو انت ده رقم من المبالغه على حضرتك لا مش مبالغه لا 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 مش مبالغه انت لو جبت حضرتك انت لو جبت مليون واحد اصل دي حاجات احنا بنستعمل دي دراسات اتعملت الطب الشرعي عمل ايه بنستعمل في الطب الشرعي انك انت واحد مثلا عمل جريمه قتل وجاب ريحه الدم بتاعه او اللبس بتاعه عارف دايما في هنا الناس اللي هم المسجلين خطر مثلا سرقه ولو حاجه بقى بيجيبوا كل المسجلين خطر بيبقوا الاف ويخلي الكلب يعد عليهم بيجيبوا خد بس سعادتك من حاجه بقى ما هو ده الكلب مش بيجيب الريحه دي بس ما الراجل اللي بيجيبه ده اهو حاطط برفان عنده ريحه عرق عنده حاجات تانية غير اللي الكلب شمها غير شوف قد ايه بقى وانا قلت قبل كده بيشمموا هدوم البني ادم للكلب بيشم ريحه ريحه عرقه يعني ايوه ولا مش لازم العرق لا يعني هو ما بيشمموا ريحه عرق هدومه عشان نبقى ادق بكتير جدا عندهم هدوم ان هو كل واحد عرقه عباره عن خليط من ريحه العرق بتاعك والبرفان اللي ساعتك حاطه واللبس اللي انت حاطه وحد قابلك واخدت منه برفان ودخلت المكان فيه بويه او ريحه ده عباره عن خليط الكلب ممكن يقدر يفرق بيشوف في خليطه كتير جدا فده موجود هنا في والبني ادم يميزه برضه ولا طبعا البني ادم يعني الكلب انت لو جبت له هنا 10,000 برفان وشممت بس اهم حاجه انك انت ما في بقى عشان شوف بقى بيقول بقى مليون و10,000 ايه على حسب التدريب يعني انت لو جبت مثلا كلب قلت له والله علمته يشم الريحه دي وجبت له بقى الاف غير الريحه دي هيجيب لك الريحه دي على حسب برضه التعود والبني ادم كده البني ادم مثلا ادم ما عندوش الخاصيه يميز هو ادم ممكن يفرق ما بين برضه في ناس عندهم ملكه ان هم يشموا الروائح يعني في واحد مثلا بيشتغل في محل برفان ده ممكن تقول لك ده البرفان ده نوعه كذا ده نوعه كذا لانه هو اصلا اتدرب مهم جدا في فرق جامد ما بين انت عندك حاسه معينه واتدربت على حاجه معينه طيب مركز الشم بقى في الانف فين حته فوق الجزء الفوقاني هنا كده في الجزء الفوقاني الجزء الفوقاني الجزء دي فيها جيوب انفيه برضه يعني وبعد الجيوب كده ولذلك حتى في نقطه مهمه جدا اما تلاقي حتى اما تيجي في ماده حرقه او ماده هنا مهيجه بتلاقي الانسان بيعطس لانها بتعمل هنا المستقبلات ده هي عندها حساسيه جدا للايه للمواد دي تمام حضرتك فدي يبقى هنا فايدتين بتوع الانف الفايده الثالثه ان هي علامه انت ما بتقعد تصور هنا عشان تعمل بصمه الوجه العلامه بتاعت هنا المساحه حجم مناخيرك والاشكال اللي فيها والنتوءات اللي فيها موجوده عندك مختلفه عن 8 مليار اللي موجودين على الارض معقول في بصمه إيه؟ انف يعني ايوه امال ايه انا مفكر إيه؟ الانف يعني لا ما حتى اختلاف طفيف في الشكل بس حضرتك يعني. حضرتك لو جبت الانف ده وقسمته مقاطع يعني مليون مقطع مليون مقطع على الكمبيوتر والكمبيوتر شافه يقول لك ده بتاع الدكتور محمد ما دي ما فيش حاجات مهمه يعني ما فيش انفين زي بعض لا خالص لا في 2000 زي بعض ولا وشين زي بعض ولا ودنين زي بعض ولا شعر زي بعض ولا حواجب زي بعض ولا اصلا ما فيش ابدا والا ما انت ما بتروح تقف حضرتك عشان في اي من ايات الله مطار الاشكال طبعا دي حاجه يعني حاجه بس صورت الانف لان هي عظمه وغضاريف يعني لا يعني ازاي ده هيفتك فيه حتى عظمه وغضاريف يعني لا حضرتك ازاي ما انت ما الوقت الكمبيوتر دلوقتي وفي ناس بس لها انفها شكلها بيبقى زي الخطاف كده زي اللي مش ما في بقى الحبيب افطس دي بقى نتكلم بقى في هنا في الانف القيصريه في انواع بقى جميله جدا من يعني حدث بقى ولا حرج على انواع الانف دي في فيديو معاك يبين
تشريح الانف بدايه ومكانه الحاجات دي. ايوه طبعا يلا نجيب الجيوب الانفيه بقى. كلمه الانف الحاجه اللي انا عايز اقولها مهمه جدا بقى عشان قبل ما نكمل الانف اللي هو الانف ده بيدينا انذار حلو قوي قوي ان هو لو واحد هنا ساعه الضغط بتاعه بيزيد ويبدا لان هنا الشعارات هنا احنا قلنا بقى في غشاء مخاطي وفي شعر وفي بقى شعارات دمويه اللي هي بتغذي الغشاء المخاطي وبتغذي الشعر ده. الشعارات دي ضعيفه جدا جدا بحيث لو الضغط على سنه بسيطه يبدا العين ينزف من مناخيره. دي علامه اللي هي بعدها ممكن يحصل نزيف في المخ. يعني نزف الانف ده خطر. ايوه يعني محدش يستهتر جدا فيه. جدا لازم انف ده ما بيلعبش فيه او ما حصلش فيها تعب يبقى لازم ضغطه عالي. يبقى لازم اول حاجه ادور عليها لان دي بتعتبر انذار وبتعتبر احنا بنقول عليها سيفتي فالف او هنا ايه او كانذار انك انت الخطوه اللي بعد كده بقى تخش بقى في نزيف المخ. دي بقى حاجه مهمه جدا جدا نزيف المخ تحديدا. طبعا عشان فوق يعني بينزل ولا فتحات ولا تجويف. لا يعني ان هنا الشعارات دي ضعيفه جدا جدا فضعفها ممكن تسال لو نف بشده شويه لا ده يعني. ما انا قلت ساعتك اهو من غير ما اشد ولا اي حاجه. انا هو لو الضغط بتاعه عالي هنا اضعف حاجه موجوده الشعارات اللي في الانف فبتفرقع. الشعارات اللي في المخ اقوى شويه فالضعيفه فرقعت فلازم تعرف ان اللي بعد كده بقى المخ. الله فما حدش ياخد الموضوع نزيف الانف ده بسهوله. لا ده موضوع كبير جدا ولازم الواحد يهتم ويروح يقيس الضغط بقى يعرف ان في عنده مشكله. تمام معانا ايه بقى في الفيديو يبقى هنتكلم بقى احنا الانفيه بقى هنتكلم على الجيوب الانفيه بقى. دي اكثر انتشارا في التعب عند الناس كتير على فكره. هنا الجيوب الانفيه زي ما احنا شايفين اهو هتلاقي هنا الجزء اللي فوق ده اللي بين المثلثين اللي فوقين دول اللي هو عباره عن الجيب اللي هو ايه الجبهي اللي هو في الجبهه اللي فوق العينين. نعم اللي تحت ده هنا ده جيوب انفيه مكان جيوب انفيه. ده مكان فوق نوع او احد الاماكن. وهنا وهم مجوز في كل حته. وبعدين ده هنا اللي هو المجزلري او هو اللي مجزول هنا في الجزء ده اهو. وبعدين هنا هتلاقي اللي في الوسط بقى اللي هو ما بين العين وبين المناخير اللي هو بيقول هنا ايه الغربالي او الجيب الغربالي. هو الغربالي يعني ايه لانه بيقول لك اللي ما بيبصش بالغربالي يبقى ايه يبقى لا يبقى عايز يلبس نظاره. صدق فهنا ايه فده في بقى جوه هنا في المخ بقى. اما نبص هنا في المخ هنا في اللي هو ايه شوف بقى باينه ازاي دي باينه. يبقى هنا فوق كاتب عليه الفرنتال ساينس اللي هو الجبهه. اللي تحت المجزيه ساينس هنا الاسمويد اللي بنقول على الاسمويد. اما هنا ايه اما نبص بقى في الجهه دي ده بقى اللي هو موجود جوه المخ اللي موجود اللي جزء اللي بره ده اللي هو قدام الودان ده اللي هو الجزء المخ. الجزء اللي هو ده مهم جدا اهميته في ايه؟ ان احنا من الساينس ده هو بنبدا نقدر نخش منه بمنظار ساينس التجويف الانفي ده تجويف القناه الحاره التجويف دي او الساينس دي اهميتها وبالذات اللي احنا شايفينه اللي هو اللي فوق اللي جوه المخ ده ان فوقه الغده النخاميه. ساعات فيها ورم في الغده النخاميه فبنخش بالمنظار عشان نشيل الجزء من العظم من الانف من الانف من المنظار ده عشان نشيل الغده اللي موجوده في المخ دي. شوف قد ايه الورم. هنا الجيوب الانفيه دي كلها في منظار بيخش فيها ويعملها. هنا الجيوب الانفيه دي فيها عيب بقى. فيها عيب ايه؟ اللي هو المفروض اي حاجه بيبقى الفتحه بتاعتها تحت عشان تنظف. الجيوب الانفيه الفتحه بتاعتها فوق. فوق؟ فوق مش تحت زي الانف. لا مش تحت فوق. فدي مشكله. طب احنا ازاي بنتغلب على المشكله دي؟ او ازاي انت بتفضي الجزء ده هو ما بيفضيش غير بالبلوينج انك انت بتعمل هنا ايه انك بتعمل يستنثر. ايوه تستنثر دي باللغه بتاعتنا ايوه اسمها تستنثر. تستنثر اللي هو ايه تطلع الايه ينف يعني بالظبط اللي هو ايه اللي هو زفير بصوت جامد او بقوه زي بالظبط لما حضرتك بتجيب مثلا بتسقي حاجه او بتضيف حاجه بتدوس على الخرطوم جامد قوي بحيث انك تطلع دافع دافع فالدافع ده اهو يعمل هنا ايه يقدر يطلع الايه المواد اللي هي متراكمه هنا ودايما بتحصل. يعني المواد بتتراكم جوه الجيوب؟ ما هو الجيوب برضه نفس الكلام فيها غشاء مخاطي. الغشاء مخاطي ده طبيعي طبيعي
الغشاء المخاطي ده برضه بيفرز ماده مخاطيه. اه وبيفرز برضه هنا لو بيطلع في حاجات برضه ملوثات برضه بيطردها، لكن ما بتطردهاش بالجامد بالذات لما بيحصل فيه التهاب. اما بيحصل التهاب في المناخير او لما ساعتك بتستنشق بتنضفها على طول، لكن دي دايما بيحصل فيها التهاب مش بسبب مساله الوضوء. حلوه يعني. ايوه طبعا طبعا. خمس مرات الانسان يستنشق يعني. أيوة يغسل طبعاً. ايوه طبعا الانف والجيوب الانفيه جدا. انا هقول لحضرتك اهو يعني احنا الجيوب الانفيه دي في ايام الكورونا كان الكورونا بتعيش فيها ثلاث ساعات بيبدا تنمو بقى تبدا تخش بقى ايه في الرئه. الله اكبر. ان احنا لاننا في الوضوء كل تقريبا كل ثلاث ساعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكده. فاديك مثلا مثال اهو مثلا في باكستان ما بيلحقش يعيش. انا هقول لحضرتك في باكستان مثلا وافغانستان دول ناس فقراء جدا جدا. لكن هم الحقيقه كانوا ملتزمين بالموضوع ده، وفي نفس الوقت كان محتلهم الامريكان، والامريكان عندهم طرق نظيفه واحسن رعايه كتير جدا، بس ما كانش عندهم الاستنشاق ده. فعدد اللي مات من المحتلين عندهم بكتير جدا اضعاف الناس الغلابه دول اللي هم كانوا ماشيين على النظام النظافه العادي ان هم بيستنشقوا. مع ان ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا بالغ في الاستنشاق يعني. أيوة ما لم تكن صائما. ايوه طبعا يعني البلاغه في الاستنشاق حلو شيء. أيوة طبيا إيه كويس. مش هو الرسول ينطق عن الهوى هو الواح نوح. نعم طبعا يعني عليه الصلاه والسلام. بس الميه ما تعملش التهابات في الجيوب الانفيه او الشعيرات الدمويه اللي جوه؟ لا 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 تعملش. لا الاستنشاق طبعا انت بس انت بتنضف حاجه. يعني بتنضف حاجه وبتنضفها هنا بميه. الميه دايما عشان كده الميه بتعمل محاليل ملحيه زي البخاخ. المحاليل الملحيه دي بتستعمل هنا في العينين او بتستعمل في المناخير لو فيها امراض. لكن بدل ما فيش فيها امراض وانت بتستنشق عادي او بتغسل عادي بميه عاديه ميه جاريه يعني. اهم شيء انها تبقى ميه جاريه بس. تمام ما فيش منها اي مشكله خالص. هتيجي هنا اهو اشوف ان برضه بيديك المنظر بتاعها هو برضه اشوف هنا بص الهواء هيطلع اللي باين في النص ده هو الابيض ده اللي هو الحاجز الانفي. الحاجز الانفي اللي باين في النص ده شوف دي مقطع اهو يبين لك هنا فاتح لك الايه الجيوب الغرباليه مبينه اهو مفتوحه اهو. هي دي الصوره دي المفروض الحته دي اللي هي مفتوحه كده الحته دي بالظبط ولا كلها من اول الجبل؟ من اول اخر يعني اكنه مقطع طولي فيها. تمام المقطع طولي لو تاخد بال حضرتك هنا ايه بص هنا الفتحه فوق اهو. الفتحه فوق. نعم الفتحه فوق اهو. الفتحه فوق اهي شايفها. ماشي فتحه فوق هنا وفتحه فوق هنا. نعم بحيث ان هي عشان كده دي مشكله بقى مشكله انك انت ايه علشان الفتحه فوق فدي بتبقى مشكله لو حصل فيها التهاب لان بيحصل اضطر يتجمع فيها الحاجات دي. ولذلك زي ما ساعتها قلت بقى ايه بالعربي ايه يستنثر الاستنثر بحيث ان هي ايه تطلع الحاجات دي. اه بس سالتك الحاجز الانفي ده اهو في الغالب بيبقى معوج مش دايما معدول. بس العوجه بتختلف من سنه لسنه. بتختلف من سنه لسنه وعلشان كده ايه من ضمن الحاجات اللي هي بتسبب التهاب في الجيوب الانفيه العظمه دي. العظمه دي يعني لو هي معوجه يمين شمال يعني يمين او شمال منبعجه لا يمين او شمال. يعني لو حد خد فيها بوكس كده زي بتوع البوكس مثلا ما تعدلهاش. لا ما تعدلهاش. لا يعني لا البوكس ممكن يعوجها ممكن يعمل مشاكل كبيره فيها. بس هي بصفه عامه ما بتبقاش معدوله قوي. لو هي معوجه قوي يعني. بتضطر تتشال لان هي من ضمن الاسباب اللي بتعمل التهاب في الجيوب الانفيه. عوجاجها نفسه ساعات بيقفل فتحات من جيوب الانفيه ان كانت في اليمين او في الشمال. الله اكبر. فساعات بنحتاج او الدكاتره بتقول كل الناس عندها عوجاج يعني ولا ما فيش حد سليم؟ لا يعني مش كده يعني في نسبه كبيره فيها عوجاج. ده اللي بيعمل خنفان عند الناس يبقى انه نخنف. ممكن مخنف في كلامه ممكن دي ممكن. ولذلك انا بس بقول ايه يعني الناس ما تخافش من ايه ان دي حاجه ما هياش مرضيه. دي حاجه زي واحد طويل وواحد قصير يعني ايه ما هياش حاجه مرضيه قوي يعني. بتشيل العظمه يا دكتور يعني بتشيلوا العظمه ولا بتكسروها ولا بتعمل بتشيل العظمه بتشيل. حضرتك بتتكلم بالراحه كده كانك هتشيل شكمان عربيه مثلا. ايوه هي كده عظمه بني ادم. ما هو عشان تتصلح الالتهابات اللي بتحصل في الجيوب الانفيه عشان تتصلح لازم تتشال. مش في دلوقتي عمليات التجميل باي ذا واي ما تظبطش الدنيا يعني؟ لا عمليات التجميل ده عشان تصغر الانف عشان تخلي الانف قيصريه. يعني اللي بتشتغل على الجلد بس او على هنا على الغضروف
لكن ما بتستعملش على في العظم. في ناس طبعا بقى في تخصصات كتير قوي قوي في تجميل الانف ده بقت موجوده كتير، لكن هو الاكثر طبعا ان هو تصليح الاعوجاج اللي موجود في السبتم او في اللي هو في الحاجز الانفي اللي ما بين الايه ما بين الجوب الانفيه دي. الصوره موجوده، الجوب الانفيه بتتكون من ايه بقى دي؟ بتتكون عباره عن فراغات موجوده في الجمجمه. ايه وظيفتها؟ لا وظيفه حيويه مهمه جدا. ايه؟ ان هي بتخفف من وزن الجمجمه. الجمجمه هنا كبيره عظم وجواها مخ. ايه وظيفتها؟ ان هي بتخف فيها هواء، فبتخفف الايه زي ما بالظبط لما تجيب هنا شيرها. اما تجيب هنا طياره تحط فيها هواء او بالونه، او بتجيب هنا سفينه وتحط هيليوم عشان او بنطاط. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو واحد لو اتخبط، اذا هنا بدل ما الخبطه تيجي في المخ هتيجي في العظمه بس، يبقى في هنا هواء، يبقى في صد رد. برضو الحاجه الثانيه لو انت ماشي في حته سخنه قوي او حته برد قوي، البرد هيتنقل هنا في الـ في الـ في الجيوب الانفيه في الهواء، فما وصلش المخ. انك انت لو في حته مثلا برد جامد جدا ممكن مخ يتجمد، او ممكن المخ لو ما فيش جيوب انفيه. طبعا فالجيوب الانفيه دي انك انت الهواء يخش على طول. بالظبط، يخش على المخ على طول. ولذلك هنقول لساعتك على حاجه، يعني في ناس بتلاقيهم ممكن يعمل انفجار في الرئه ولا حاجه او في المخ كمان. يعني لا مهمه جدا، يعني ساعات في ناس مثلا في بتشوفهم في طول اسكيمو بتلاقي هنا الحراره مثلا ناقص 80. لو هو ما فيش عندهم جيوب انفيه دي، كان هنا كانت عينيه بتتجمد، الله كانت المخ ده يتجمد. فهنا ده عباره عن هواء فاصل، او هقول لسعادتك زي بالظبط زي وانت راكب في العربيه كده الايرباك، هي الايرباك اللي بتحمي المخ والايرباك اللي بيحمي برضه حلو العربيه. حلو المثل ده، الجيوب الانفيه اظن دي بقى دي سهله خطر، يعني الجيوب الانفيه على فكره يعني. طبعا مهمه جدا، لو هي مش مهمه ما كانش ربنا عملها يقينا. بس في دايما الناس عندها التهاب في الجيوب الانفيه ومتعايشه عادي مع الجيوب الانفيه. لا بس متعايشه بالم طبعا، فيها علاج مزعجه. طبعا مزعجه، امال ايه؟ طبعا مزعجه، فهي طبعا عايزه علاج. بس طبعا هي طبعا كل حاجه ربنا خلقها لها هدف. ليه بقى بتتعب في الجيوب الانفيه؟ ايه اللي بتعبها؟ هي فيها ايه من جوه؟ مش فراغات؟ ما هي عباره عن فراغات. هي لو حصل التهابات، ما هو زي ما انت مثلا بيحصل برد بيبقى في غشاء مخاطي فبيقفل مناخيرك، فبتحس انك انت مش قادر تاخد نفسك. كذلك هو لو جمع هنا في الحاله دي، قلت الفتحه بتاعتها فوق، فممكن تتحول الى صديد. الله، حول صديد، تعمل بقى سخونيه، تعمل هنا خراج، تعمل اورام، تعمل مشاكل. امال ايه؟ طبعا ممكن تؤثر على العين كمان. ايوه، امال ايه؟ تاثر على العين كتير قوي. يعني كتير من اللي بيشتكي من عينه ممكن يشوفوا الجيوب الانفيه يعني. او في واحد هنا في عندنا قناه بتوصل ما بين العين وبين المناخير، وزيك مثلا الواحد لما يعيط يبدا هنا في سوال تنزل مناخيره، لان هنا الدموع بتنزل في القناه دي. لو حصل هنا التهاب القناه دي ممكن تتسد، فتبدا العين تدمع، بدل ما الميه تنزل هنا في المناخير بتنزل من العينين. فطبعا اي جزء في الجسم بيحصل له مشكله، عشان نعرف ازاي يعني قدره ربنا وخلقه ربنا، او هنا ازاي الانسان يعني مش اله، ازاي الانسان يعني معمول او ربنا عامله بحكمه كبيره جدا جدا، بحيث ان هو يتحاشى امراض او يتعامل مع الحياه، ان كان بقى في الحر او كان في البرد او في الصقيع او تبر. يعني مكوناتها عباره عن مجموعه تجاويف لحمايه. أيوة. المخ وحمايه العين والوش وحمايه المياه ومن الحراره ويشيل ورفع الجمجمه ويخفف الجمجمه ويخلي وبتاع دي زي الايرباج. لها وظائف كتيره جدا. كيف نعمل لها صيانه بقى او تنظيف؟ يعني الصيانه بقى طبعا اللي هو الواحد ما يتعرضش للبرد، او لازم يبقى في مراحل معينه، ما تخشش على برد على طول، ما تخش على حاجه سخنه على طول، لازم يبقى في تدرج. يعني مع الصيف دايما ما هو تبقى قاعد في تكييف، تخرج او تيجي من الحر تخش في التكييف بقى. يعني مثلا انت قاعد في البيت في التكييف اهو، قبل ما تخرج اقفل التكييف، بس يبقى الحر اللي جوه هنا قريبه من اللي بره. انت عايز تخش في حته ساعه برضه، ما تخش في الساعه على طول، ابدا شغال الساعه وانت قاعد جواها. يعني حاول تبقى في تدرج. التدرج دايما كويس في كل حاجه. نعم، يعني اخبر حضرتك عايز انك انت تحافظ على الجيوب الانفيه دي. نعم، نكمل. هي دي الفتحات دي، الجيوب الانفيه. شوف الهواء بيخش ازاي بقى. الهواء تمام، شوف هنا المنظر هنا. شوف الهواء لو تاخد بقى ساعتك، الهواء بيلف هنا كلها. بيلف لف جميل، بحيث ان هو ايه
ان هو يعد عليها كلها. لو تاخد بس ساعتك بينظفها كلها, دخول الهواء بينظفها كلها باستمرار, مع كل نفس بتنظفها كلها. شهيق ولا زفير؟ هنا في الشهيق والزفير, بس الزفير اكتر. طبيا قلت طبيا الزفير من فم. انا لسه هوري سعادتك الصوره. اتفضل. هوري سعادتك الصوره ازاي الزفير هو اهم بكتير جدا, زي ما سعادتك قلت. لو ايه, لو بتدافع الهواء هنا, دافع الهواء جامد هو اللي بينظف اكتر هنا ايه الجيوب الانفيه بالذات. لو هنا لو هي مصابه زي ما هنشوف دلوقتي في الصوره في الفلوروسكوب دلوقتي. اهي دي الصوره بقى. بص هنا بقى حضرتك الصوره دي, شوف دي اللون اللي انت شايفه اللي هو البنفسجي ده, ده فلوروسكوب. فلوروسكوب يعني هنا هوا. يعني ايه فلوروسكوب؟ يعني متلون, متلون بلون معين. هوا عشان نشوفه يعني. عشان نشوفه. ده الهوا اللي داخل. الهوا اللي داخل, شوف جاي هنا من ايه, من القصبة الهوائية اهو. هتطلع فوق هنا في الـ في الـ في البلعوم البتاع ده, البلعوم, وبعدين تبدا تخش هنا ايه على الانف, وبتعدى على الجيوب الانفيه. زي ما ساعتك قلت بقى لما ايه, لما الواحد يضغط او بيخلي هنا الاستنشاق او الزفير بدفع جامد بيقدر ينظف هنا ايه المنظر ده. شوف المنظر ده اهو. نعم. شوف ازاي بتخش بقى في الجيوب الانفيه, بس شوف بتدفع اهو زي ما قلت. اشوف بقى الدفع, شوف الدفع, الدفع نفسه في حد ذاته بيبدا اهو. شايف, شايف بيعدي في كل الجيوب الانفيه لحد ما شوف انا بعدها لك تاني اهو. ينظف, بينظف تماما. وشوف هنا اهم حاجه السرعه بقى, زي ما ساعتك قلت بالظبط اهو. شوف بتدخل في كل الجيوب الانفيه عشان هنا ايه, شوف النظافه ازاي. وده حكمه الهيه جميله جدا لوجود الفتحات فوق. الفتحات عشان تبقى فوق ما تنضفش الا ايه, الا بهذه الطريقه. سبحان الله. ايوه طبعا. فشوف هنا حتى اللي هو بيخش لها من فوق يعني. يعني شوف حتى دفع الهواء, يعني احنا كنا ممكن يعني نتنفس بس انسبيريشن او يعني شهيق وخلاص والجسم ياخد الاكسجين, لكن الزفير ده ليه مهم جدا. بينظف ايه, بينظف المجرى الهوائي. نعم. يبقى احنا هنا ان كان الشهيق او الزفير هما الاثنين لهم فايده. ما فيش اي حاجه معموله اللي طبعا الا بفايده بالتاكيد يعني. نعم. دلوقتي حضرتك بتقول انه في الزفير عمليه الزفير تنظيف قوي جدا وكويس للجيوب الانفيه. مش انتوا بتقولوا كاطباء الزفير من الفم؟ يعني ناخد شهيق من الانف والزفير من الفم؟ لا 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 لا, هم من الانف فعلا؟ طبعا. قلت لنا كده شهيق من الانف والزفير من الفم. يعني الفم الاكل والشرب بس, مش لاخراج الهواء. لا خالص خالص. الانف شهيق وزفير. ايوه طبعا. انت ممكن بتاخد من الانف, من الفم لو الانف مكتوم, لكن هو طبعا الصح طبعا. لا مش اطلع الهواء من الفم, مش هاخد. لا لا, يعني الشهيق من الانف والزفير من الانف. الزفير والشهيق من الانف. بالانف. الانف وظيفته, الانف متوصل بالجهاز التنفسي, ملوش دعوه خالص بالفم. ده علامه مش كويسه لما الواحد يبقى فيه مشكله عنده في الجهاز التنفسي او في الانف, فبيضطر ياخد نفسه من الفم. ده حاجه فعلا. دي حاجه مرضيه يعني ماشي. اللي عندهم ليه سؤالك اللي كتير بيطلع سلم مثلا ينهج يتنفس من عشان عنده مشكله في الانف او مشكله في النفس. يعني الطبيعي التنفس الشهيق وزفير. طبيعي وانت نايم بقك مقفول, بقك مفتوح. بقك مفتوح معناه انك عندك مشكله في الانف. ده علامه, وده علامه كويسه جدا. علامه كويسه جدا لما الام او الاب يشوف الطفل بيتنفس من بقه يبقى عنده مشكله, عنده مشكله في مناخيره او في الجيوب الانفيه. طبعا. الله اكبر. علاج الجيوب الانفيه بقى لازم طبيا, ما ينفعش بالصيانه كده طبعا. طبعا اولا بالوقايه, بالتنظيف, الاستنشاق, هنا بادويه. ساعات احنا بنستعمل نقط عشان توسع, لو في احتقان النقط دي بتوسع الفتحات عشان تطلع اللي جواها. ساعات بتعمل لها, لو مسدوده بتعمل لها منظار, لو متحوش فيها اي صديد او اي حاجه بتعمل لها منظار وبتشفط فيها. يعني في طرق كتيره جدا جدا ان هي تنظف. انا شايف الصوره دي فيها نون وميم وايه بقى حكايه الصوره؟ ما دي اللي هو اللي احنا قلناها بقى, دي ايه اللي هو لو ازاي انك انت بتطلع الحروف من المناخير. فدي بتساعد انك انت تنظف الجيوب الانفيه. الغنه تقصد؟ الغنه. تنظف الجيوب الانفيه. طبعا. طبعا فعلا. امال ايه, الغنه من الحاجات اللي تنظف. ولذلك هنا
الناس اللي هم بيعملوا القرآن او بيرتلوا القرآن قراء القرآن اقل بكتير جدا. انا عملناها على ناس كتير قوي بتقرا القرآن او كده. امال ايه فعلا؟ امال ايه؟ نادر قوي ان نلاقي الشيوخ عندهم كده. نادر قوي ان تلاقي الناس اللي بتحس الشيوخ عندهم خنفان معظمها. لا مش خنفان، لا لا، القرآن دي من الحاجات اللي هي بتنظف دايما يتكلموا لا 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 ده بالعكس. كان واحد قابلني صح بقول له ما الشيوخ يعني بيتخانفوا ليه وما بتنططوا؟ لا مش بتنططوا، ده دي غنه. الغنه طبعا دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتنظف الجيوب الانفيه فعلا. احسن حاجه تنظف الجيوب الانفيه. طب اعملها نعملها ازاي بقى دي حضرتك؟ احنا قلنا ان كانت كامله بقى او ناقصه او اكثر ما يكون، يعني اكبر يعني حسب نوعها. ولذلك من حكمه ربنا بقى ان ما فيش غنه وانت بتسجد وانت بتركع، لانك لو بتسجد وبترجع وفي غنه هتتحوش المواد موجوده في الجيوب الانفيه. فشوف من كرم ربنا انك انت بتقول سبحان الله. ما لم افهم لماذا وانت راجع وانت ساجد؟ وانت راجع وانت عشان الفتحه بتاعت الجيب مخ. لا انت بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. هل فهم غنه؟ لا. اذا لو انت لو هم فهم بقى غنه ايوه كان حاجات وانت واطيه كانت تتحوش. لكن وانت بتقرا كله وانت بتقول غنه وانت واقف بتقرا القران او بتلاوه او بترتل القران، ما الجيب الانفيه انظفه جدا جدا. ولذلك هنا في سبحان الله يعني في السجود وفي الركوع ما فيش فيها غنه. لو فيها غنه كانت تتحوش فيها كانت تبقى في السيئه. يعني الاستنشاق، الاستنثار، الشهيق والزفير من الانف، الغنه، الاكثار من الغنه، ده عمليه صيانه ونظافه للجيوب جدا الانفيه. جدا جدا في طرق وقايه ان الانسان لا يصاب في نصف دقيقه لا يصاب بالجيوب الانفيه اصلا. ما اللي ساعتك قلته فعلا. لا من البدايه بقى، ما هو مش كل الناس مسلمين ومش كل الناس بتقرا قران، مش كل الناس بتعمل الغنى. بنتكلم يعني. والله وربنا ادالنا هبه. ربنا ادالنا هبه لا استثمر. بالظبط. لا نورتنا يا دكتور، شكرا جزيلا لهذا اللقاء يكرم. وعلى وعد اللقاء باذن الله تعالى. ربنا يكرمك يا دكتور محمد، دايما بنستفيد من اللقاء بتاعتك الجميله. احنا استفدنا كتير والله. لا والله لا والله انا ما كنت اتصور ان الجيوب الانفيه والانف بهذه الاهميه. والله يا محمد انا بستفيد جدا من اللغه بتاعتك، وبقعد قعدت بره اليومين دول اللغه عشان اقدر احبه جنبك. ده انت منافس قوي يا دكتور. لا 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 ده هذا من تواضعك فقط. صعبة جدا. عالم كريم. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك. شكرا جزيلا دكتور. العفو حضرتك. العفو حضرتك. كرمك الله. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الاستاذ الدكتور ناظم شمس، استاذ جراحه الاورام بكليه الطب جامعه المنصوره. وحتى يضمن لقاء جديد، شكرا لكم والى اللقاء.